فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تحصلت على مال عن طريق محرم، فهل يجوز لي أن أعطيه إلى خالة لي فقيرة ومريضة؟ يقول: تحصلت على مال عن طريق محرم، فهل يجوز لي أن أعطيه لخالة لي فقيرة ومريضة بنية التخلص منه؟ إذا تبت إلى الله، إذا تبت إلى الله من هذا الكسب الحرام فإنك تتخلص منه بأن تعطيه محتاجا، تعطيه محتاجا من أقاربك أو غيرهم، من باب التخلص لا من باب الصدقة. كالمال الضائع، هذا يصبح كالمال الضائع الذي ليس له مالك، فتعطيه المحتاجين مع التوبة إلى الله عز وجل. أما أنك تستمر على الكسب الحرام وتقول بتصدق به، هذا حرام، كمطعمة الأيتام من كد فرجها، لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. نعم.